اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده اكله امي عزومه يوم الجمعه من الشهر الكريم. كل عام وحضراتكم بخير، والنهارده تاني ايام الشهر الكريم، يا بنتعزم يا بنعزم. والنهارده الجمعه اعتقد يوم العزايم، يعني الخميس امبارح كان يوم عزايم برضو، ولكن حبيت النهارده الجمعه نعزم العيله، نعزم ضيوفنا حبايبنا، وهنتعزم عندهم، يبقى عندنا فكره. ولكن ليا طلب يعني من حضراتكم، مش مطلوب من ان احنا نعمل الاكل ده كله، عشان برضو نبقى واضحين مع بعض. انا بديكي افكار وبشرح لك طريقه معينه لعمل الفخده الضاني، لعمل مثلا صينيه الكنافه، ولكن انت ممكن على حسب عدد افراد الاسره، على حسب ان الضيوف بيحبوا ايه، هتعملي الحاجه اللي هم حابينها. انا معايا النهارده فخده ضاني عايز اعملها بطريقه جديده. كلنا بنعمل الفخده الضاني مشويه في الفرن، بنعملها مع شعريه مع مكرونه، انا هعملها النهارده بالخشاف. معانا اليميش بتاع الحاجات اللي هو اللوز على المشمشيه على الزبيب على القراصية. الطريقه دي تقدر تقول طريقه يعني مبتكره من الشيف المغازي، ونشوف ازاي هنحمصها ونشويها وندخل معاها القراصية مع الصوص اللطيف. واخد الشوربه بتاعه الفخده اعمل بيها شيخ الرز او الرز بالخلطه، رز بسمتي مع لحمه مفرومه هيكون طعمه جميل، القرفه فيه طبعا هي سيد الموقف. السمبوسة على الفطار دي أساسي، ولكن هعملها النهاردة بالجبنة، لأن أولادنا أكيد بالتأكيد الأسرة الطيبة اللي جاية تزورنا معاها أطفال، فهم مش هيحبوا الفخدة مثلا، فنعمل لهم سمبوسة بالجبنة الموزاريلا بالتأكيد هتعجبهم بطريقة الخاصة. معانا الحلو بتاعنا النهاردة صينية كنافة بالمكسرات. كنافة بالمكسرات مدرسة في كل محلات الحلويات أو إنك تعمليها، والسمنة سر الكنافة، والسمنة سر في الطعم في الكنافة، فلازم ازاي نخلط السمنه مع السكر مع الكنافه، واديكي تركايه حلوه الكنافه تتحمر معاكي وتبقى لطيفه. السفره بتاعتي دي يلزمها حاجتين، يلزمها طبق سلطه الفتوش، تشكيله الخضار اللي موجوده مع الفتوش بتساعد على الهضم وبتفتح الشهيه، دليل على ان احنا دايما اللي يكون فيه طبعا مخلل او ترش على السفره. انا حبيت يكون السفره عليها شويه سلطه فتوش حلوين بطعم لطيف، الدبس الرمان مع الخيار والطماطم والبصل. طبق الفول معانا النهارده فول بالحمص اللي هو طبق السحور. انا وعدت حضراتكم ان يكون معانا طبق سحور يومي بطعم مختلف وبشكل مختلف. معانا الفول بندبسه في البيت، ومعانا الحمص الشام، ازاي نعمل الفول بالحمص يبقى طبق سحور فيه بروتين نباتي لطيف وجميل مع الزبادي، كده اكتملت وبقت زي الفل. بعتذر تاني، مش مطلوب من حضراتكم تعملوا كل ده، عشان انا ما اتهمش باتهام ان الشيف عامل حاجات كتيره، ولكن يوم الجمعه بيكون يوم عزومه العيله، وانتوا عارفين طبعا برنامجنا السنه دي مختلف، معانا 30 ضيف كل يوم، ولكن بس الجمعه هو يوم العزومه، ولكن بكره معانا ضيف هيكون مفاجاه ان شاء الله، وبقيه الاسبوع ضيوف باذن الله. استاذن حضراتكم واطلع فاصل صغير، لان ادعوا لي معايا شغل كتير قوي النهارده، معايا فخده ضاني عايز استعد لها واقدمها بشكل جديد على طريقه الشيف المغازي. اوعى تروحوا بقيه تهاب بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للعزومه بتاعت النهارده، عزومه العيله. عايز اعمل عزومه النهارده بطريقه جديده، واجيب الفخده الضاني اتبلها ازاي، احضرها واجهزها ازاي. بتجيب الصينيه طبعا اللي هي على قد الفخده حسب وزنها وحسب عدد افراد اسرتك، اللهم صل على النبي. طبعا انا محضرها ومجهزها، شايل الدهون الزياده منها. الصينيه مثلا عندك كبيره او صغيره، بتقدر انك تفصلي الموزه بتاعتها كده تاخد الشكل اللي انت عايزاه. شفت التركيبه دي مهمه جدا على فكره، هي بتيجي من عند الجزار طبعا سليمه، فانا بشوف الصينيه اللي عندي حجمها قد ايه، وببدا ان انا احضر الفخده على قدها، وابدا اعمل التتبيله بتاعتي دلوقتي للفخده بتاعتها. اعمليها بالطريقه دي، ممكن تعمليها انت كمان بطريقه احسن، ولكن خلونا مع بعض نشيل ده كده عشان نوسع لنفسينا. حلو الكلام، اللهم صل على النبي. ناخد دي كده نخليها حلو، وتعالوا مع بعض نبدأ نتبل الفخدة بتاعتنا. وأنا بشتغل مخرجنا بيسألني بيقول لي يعني إيه الخشاف؟ يعني الخشاف ده أعرف إن أنا أكله؟ يعني يتعمل مع حليب نشربه مع الأذان، إنما يخش مع الفخدة الضاني دي حاجة جديدة. نقوم نقول له إيه؟ اصبر على رزقك شوية. حلو الكلام؟ والمقادير على الشاشة. الفخدة ضاني سي سيد السفرة. معانا التتبيله اللطيفه الحلوه، معلقه فلفله حلوه، شويه ثوم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وقرفه، والقرفه طبعا احنا متفقين ان هي بتشيل زفاره الضاني، مع ثوم زي كده، شويه روزماري حلوين، حلو، مكعبين من الزبده،
والزبده وجوتها هنا هتديني شكل كريمي للخلطه دي، تقوم تحمر بسرعه. حلو الكلام. البهارات بتاعتنا اللهم صل على النبي. انا بسهل عليك الموضوع يعني. فخده الضاني دايما لما بنجيبها بنبقى عايزين طبعا دافعين فيها مبلغ كبير، وعايزين نستغلها على السفره بتاعتنا. ولا كنا هقول لك على حاجه حلوه دلوقتي، العزومه خلصت وضيوفنا اتبسطوا وزي الفل، الفخده دي عندك في بواقي منها، بتاخد اللحم ده طبعا تقطعيه وتحضريه، تقدري تعمليه شاورما. عد ورايا بقى عشان برضو ازاي اخليك توفري وتبقي اقتصاديه في المطبخ. عملت عزومه زي اللي انا بعملها النهارده، تقدري تاكلي من الاكل ده مره واثنين وثلاثه واربعه طول الاسبوع من وراها، وكل مره تطلعي حاجه من الثلاجه تعيد هيكلتها، وليكن مثلا بواقي الفخده الضاني او الكتف الضاني، تقدري تعمليه شاورما، تقدري تاخدي اللحم بتاع الفخده دي تقطعيه وتعمليه صينيه جلاش تبقى لطيفه جميله، تجيبي الجلاش وتعمليه تدخله جوه اللحمه، تجيبي الرقاق الجميل وتاخدي شوربه الفخده او شوربه لحمه وتقدري تعملي صينيه رقاق ببواقي الفخده. بواقي الفخده كمان تقدري تعمليها بقى السندوتشات فاهيتا لاولادك وهكذا. دي زبده مع توم مع معلقه فلفله حلوه. حطيت زبده ليه يا شيف مع ان الفخده فيها دهون كتير؟ انا عايز ادي للفخده دي صدمه ناريه تاخد لون الاحمرار قبل ما ادخلها الفرن مع بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل عشان اطلع منها شويه شوربه حلوين. الشوربه دي ممكن اعمل منها حاجات كتيره قوي، اعمل شويه ملوخيه، اعمل تاني يوم طاجن باميه باللحمه الضاني، اعمل صينيه الرقاق بتاعتي. شفت الخلطه الحلوه دي كده؟ شويه خضره في قلبيها، دي الخلطه بتاعت الفخده من بين ايديك اهو بدون مكسبات طعم ولا اي حاجه. واجيب سكينه حلوه حاميه واخد الخلطه دي يا عم الشيف وابدا احشي الفخده بتاعتي بيها. ابدا من عند الموزه، افتح فتحه حلوه كده في الموزه بعيد عن العظمه عشان ايدك ما تتعورش، واجي هنا كده واجي هنا كده هنا كده كده، وابدا اوزع الحشوات بتاعتي جوه اللحم بتاع الفخده. ده مهم جدا على فكره، تقوم الانسجه بتاعت اللحمه تاخد من الفخده ديت، تاخد من منها وتاخد الطعم. مكان ايدي كده تاني اهو، تعلمي بقى الحركه دي اهو. حته الزبده هنا جوه حكايه بقى. تقوم تاخد الصدمه الناريه، الزبده تسيح التوابل وتدي الطعم للايه؟ للفخده بتاعتك. وعملنا فخده يا شيف، اتعزمنا وحد قدمها لنا، يبقى احنا عندنا فكره بناكل ايه. جينا احنا عملنا عزومه وجبنا الفخده دي وعايزين نعملها، نعرف نعملها. حلو، ادلعها كده تستاهل، واقلبها كده اللهم صل على النبي. واخد الخلطه دي كده نفس الطريقه، عند صينيه على النار تسخن درجه حرارتها عاليه جدا، عايز اخلص منها وادخلها الفرن. هتيجي بقى تقولي لي بقى بالفلسفه الوقت يا شيف مش هيساوي الفخده؟ انا بديك الفكره، احنا لو عايزين نساوي الفخده دي احنا محتاجين من الوقت وقت كبير قوي على فكره. وما بحبش اطلع بالحاجه مستويه، انا بحب كده على عينك يا تاجر تبقى كل حاجه قدام حضراتكم. بحط نقطه زيت صغيره كده، واخد الفخده دي كده احطها، اللهم صل على النبي اهي. شفت الجو ده كده اهو، اللهم صل على النبي بالشكل ده كده. حلو، تاخد الصدمه الناريه لان انا حاطط زبده. خلي بالك شفت الفخده على الشاشه ازاي بتتكلم مصري وريحه الضاني، مفيش زفاره لان انا حاطط قرفه في التتبيله. واروق مطبخي كده اول باول، اللهم صل على النبي. حلو، وابدا ان انا اقلبها مره واثنين وثلاثه وهي على النار كده، اللهم صل على النبي. عندي درجه حراره الفرن 180، بقطع شويه خضار بحطهم عليها، عندي من الخضار شويه بصل شويه طماطم شويه خضره على وش الفخده بالشكل ده كده، والطماطم دي كده هنا
شويه جزر ماشي، الخضره بتاعتي اللي كانت موجوده مع الفخده استغلها، اذا كان جزر اذا كان كرفس، كل ده هتخش الفرن مع بعضيها. اللهم صل على النبي. شفت الحلاوه دي كده؟ ودي اشقشاء ميه، اللهم صل على النبي، عندي ميه بتغلى على النار. اوعى، اللهم صل على النبي. زي الفرن، صينيه كبيره بتاعت الفرن، اديها شقشاء الميه لان عايز باخد منها طعم، طعم ده هاخد الشوربه بتاعتها بطعم الكرفس اللي موجود فيها. حط الكرفس زي سليم زي ما هو عشان تقدري تشيليه بعد كده من الشوربه دي. ولازم الميه تكون بتغلي اللي بتحطيها. اهم حاجه الحشوه بتاعه الفخده اللي انا عملتها في البدايه جوه الانسجه بتاعه اللحمه. زي ما هي كده يا عم الشيف، بغطيها بورق زبده وادخلها الفرن. كرفس مهم جدا، كرفس بيديكي شويه شوربه تعملي شوربه طماطم، كرفس بيديكي شويه شوربه تقدري تعملي شوربه لسان العصفور، شوربه شعريه. زي الفل، اتفرجي عليها بقى الفخده على النار اهي زي الفل. ورق الزبده، درجه حراره الفرن عندي 180، محضره ومجهزه. نعم حاضر عينيا، عايز تشوف الفخده غالبها عينيا اهي. بص انا مش حرمك من حاجه يا طيب، اهي قلبتها لك اهي. بص على الفخده اهي زي الفل، نغطيها نغطيها، اغطيها ولا ما اغطيهاش؟ قول لي. حاضر. حلوه، ادخلها الفرن بقى تاخد وقت. ورقه زبده، اوعى تحط ورقه فويل. ورق الفويل فيه ماده طبعا بتتاكسد مع لحم الايه الفخده او اي حاجه بتحطيها. يعني انا بغطيها ليه؟ مخرجنا بيسال انت بتغطيها ليه؟ بعمل عمليه احتباس للبخار والسوائل اللي موجوده علشان الفخده تستوي معايا بسرعه. حلوه قوي، دخلها الفرن في درجه حراره 180 ماشي. عيني ناعمين. طبعا اتحط في الصينيه. الله عليك الله عليك يا مخرجنا يا جميل. زي ما هي كده. يلا تعالي يا حلوه تستاهلي. مع السلامة يا غالية. حلو؟ تستاهل. بص عليها، بص عليها وغطيها زي ما هي كده. درجة حرارة الفرن عندي 180. نيجي بقى للطيم اللي بيتسأل دايما عليه يا شيف مغازي. عندي فخدة ضاني وزنها 2 كيلو 3 كيلو، احطها في الفرن قد ايه؟ بص خد القاعدة دي وسماها قاعدة المغازي. حلو الكلام؟ إذا الفخدة وزنها 2 كيلو بعد التشويحة دي على النار تستاهل الفرن ساعة زمن في درجة حرارة 180. إذا الفخدة وزنها 3 كيلو يبقى عايزه في الفرن ساعة ونص، وهكذا. اقسمي وزن الفخدة على نص الطيب، يعني 3 كيلو تبقى ساعة ونص، 4 كيلو تبقى ساعتين، وهكذا، على مسؤوليتي أنا، هتطلع معاكي زي الزبدة، العظم يتفكك منها زي الحلاوة. هناخد بعدها نطلع فاصل صغير ونعمل شوية رز باللحمة المفرومة والخلطة والمكسرات، وعندنا صينية كنافة جامدة جدا بالمكسرات، سمبوسة بالجبنة الموزاريلا عشان أولاد ضيوفنا اللي معزوم عندنا، طبق السحور بتاعنا، طاجن الفول بالحمص الشام. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايز أعمل شوية رز حلوين. طبعا خدت شوية شوربة من شوربة الفخدة، موجودين معايا هنا بوكيه جرنيه، واللحمة المفرومة بتاعتي متعصجة، كان عندي امبارح سمبوسه باللحمه، عندي شويه لحمه في الثلاجه طلعتهم، لحمه ضاني لحمه كندوز اللي موجود، ولكن يفضل لحمه ضاني. طب ما لقيتش لحمه ضاني بجيب كندوز واخد حته ليا ضاني كده تاخد الطعم، لان الرز لما ياخد حته من ليا الضاني او الدهن الضاني بيبقى طعمه مختلف، والدليل على كده الكبسه لازم تتعمل بالايه؟ باللحم الضاني. ننزل بالرز ده كده. ياخد تدويره كده مع اللحمه المفرومه. مع توابل اللحمة المفرومة، مع بهارات اللحمة المفرومة، سواء هي متعصجة عندك في التلاجة، سواء انت عصجتيها مع بصلة وتومة وشوية بهارات حلوين. وخلي دايما اللحمة شخصيتها قوية في قلب الرز اللي هو بالخلطة، لأنه ياخد مكسرات برضو خلي بالك. عينيا. المقادير على الشاشة، معانا رز بسمتي، معانا لحمة مفرومة،
متعصجه وانت بتعصجيها مفيش اي مشكله. اه بالشكل ده كده. اهم حاجه عندك يكون شوربه، في شوربه حلوه، بوكي جرنيه من الشوربه، شوربه الفخده الضاني، نحط القرفه الخشب دي حلوه في الرز، ورق لورو برزنتيشن حلوه كده. حلو. نعم عيني عايز اشوف موضوع الخشاف ايه اللي جابه للفخده الضاني. اصبر على رزقك، خلينا احط الرز على النار علشان ياخد وقته في السوى. ناخد الشوربه دي كده. خلي بالك لو انت معصجه اللحمه مسبقا وفي الثلاجه عندك، وطبعا انت فاكره ان هي واخده ملح، فتعملي كنترول على الملح هنا، لان الدنيا صيام طبعا ومش عايزه بقى ادول اكل. بس خلاص دي الشوربه. حلو، خلص الرز. خليه على النار هاديه بقى كده واسيبه مع نفسه شويه لغايه لما اشوف ايه اللي ورايا في المطبخ. عندي سمبوسه، وعندي طاجن فول بالحمص، وعندي صينيه كنافه بالمكسرات على طريقتي. الله. وعندي سلطه فتوش يا شيف. اخده على النار كده واسيبه. ده الرز كده جاهز. حلو الكلام. هنغطيه. غطى الحله هنا اهوت زي الفل. نصيحتي ليكي بقى في الشهر الكريم عشان تدعي لي دعوه حلوه، تعملي رز بالشعريه، رز بالخلطه، رز ابيض، ايا كان نوع الرز، اوعي تهدي النار على الرز غير لما يغلي. غليت الحله بتاعتك وطي النار عليه. اهو انا هبدا اغطي كده اهو وهدي النار عليه كده. خلص الرز بتاعنا. بنروح نعمل الخشاف بتاع الفخده الضاني، الطريقه الجديده اللي الشيف هيعملها النهارده، لان لغايه لما انا عملت الفخده على النار ودخلتها النار مفيش حاجه جديده عملتها. فاحنا عايزين نشوف ايه الجديد عند الشيف المغازي لتقدمه للفخده النهارده بالخشاف. هيعمله ازاي؟ معايا من الخشاف معايا القراصية والمشمشيه وشويه زبيب وشويه لوز، يا مزاجه اللوز. معايا طاسه شديده الحراره على النار. بحط في الطاسه دي مكعبين من الزبده مع عود قرفه. يلا زي ما هم كده. حلو الكلام؟ اه. قرفه وزبده. بس خلاص. وشويه سكر. حلو الكلام؟ عايز كرمله السكر انا. بس خلاص. ده الجديد. ومعايا شويه دبس الرمان. وهسه كده على الزبده لغايه لما تتعرف على القرفه والسكر في قلب الطاسه وانا شغال كده. طعم جديد. تفاصيل صغيره ولكن الزبده مع القرفه والسكر. في حكايه هنا، في قصيده هنا، في موضوع هنا، في خبره طهويه هنا. زبده قرفه سكر، زبده قرفه سكر. لسه ما خلصتش. زبده قرفه سكر، قول ورايا. زبده قرفه سكر. لغايه لما السكر يتكرمل مع الزبده والقرفه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. نشيل دي من هنا. ننزل بدبس الرمان. الله، ده حكايه، دي حكايه يا شيف، ده عايزه وقفه دي. تاني اهو. تاني عملت ايه؟ هنا في زبده حمصتها، سيحتها مع سكر وقرفه. نزلت بمعلقه دبس الرمان. اجيب المكسرات بتاعتي من المشمشيه، من اللوز، يا مزاجه اللوز، من الزبيب، القراصية، كله مع بعض. واقلب كده. واسيبه على النار مع شقشاء من الايه؟ الشوربه. يقوم القراصية تطرى، يقوم اللوز يطرى، تقوم المشمشيه تطرى بطعم دبس الرمان والكرمله بتاعت السكر. اللوز اللون ده جه منين تاني؟ اللون ده جه من دبس الرمان وكرمله السكر. واخد شقشاء ميه كده. دي حكايه، حكايه تدرس. تاني خطوات عمل صلصه الخشاف للفخده الضاني يوم العزومه. مش مطلوب منك تعملي فخده. حلو. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ حطيت زبده وقرفه وسكر. زبده وقرفه وسكر. وفي الاخر لما داب السكر واداني الكرمله بتاعته
نزلت بدبس الرمان، خدنا في حتة تانية خالص وشكل تاني وفليفر تاني، تفاصيل صغيرة معنى كبير وطعم جديد. نزلت بالخشاف بتاعي اللي موجود، زبيب، قراصية، مشمشية، كل ده على النار. هسيبهم كده مع بعضيهم زي الفل. أخبار الرز إيه؟ حكاية حكاية ورواية. الله، شوية رز بطعم الفخدة. ممكن نعمل حاجة لطيفة، نحط الرز ده في السرفيز الكبير ونحط الفخدة عليه، والقراصية تبقى هي الزينة، هي الكوشة، هي الورد بتاع الفخدة. نغطي الرز تاني زي الفل. تعالوا نتنقل مع بعض نعمل شوية سمبوسة بالجبنة عشان ولادنا اللي يعترضوا على الفخدة. لسه امسك اللحم واقطع. انا عايزك تجيب لي التفاصيل بتاعت الخشاف واحنا خدناه من مكانته اذا كنا بناخده مشروب رمضاني لمكانته مع الفخدة الضاني. كده احنا بنهيئ له الجو وبنعظمه. فخدة ضاني مع خشاف ده موضوع، بس استخدامنا للخشاف هنا والفواكه المجففة في الاكل مدرسة. شفت الصورة الحلوة دي كده؟ صورة رمضانية. اللهم اني صايم. حلو. لوز، قراصية، مشمشية، زبيب، ممكن تحط بندق، تحط عين جمل زي ما انت عايزة، قرفة، ولكن التركاية والحرفنة في البداية. تفاصيل صغيرة معنى كبير، طعم جديد. سكر، قرفة، زبدة، زبدة مش سمنة ولا زيت. كرملت الزبدة مع السكر مع القرفة، نزلت بدبس الرمان، خدنا في الحموضة بتاعته، نقل الفواكه المجففة لحمضيات، وبعد كده بنسيبه على النار كده لغاية لما الفخدة تطلع نقابلها بالإيه؟ بالكوشة بتاعتها. تعالوا نشوف ازاي نلف سمبوسة بالجبنة. مشاكلنا مع السمبوسة اللي بالجبنة يا مغازي، الجبنة بتفك في قلب الزيت، بيبقى شكل وحش قوي، وانا مطلع السمبوسة فاضية. الاولاد يجوا ياكلوها ما لقوش جواها حشوة، اعمل ايه؟ اتعلمي مني يا اختي. ادي السمبوسة معانا، ومعانا جبنة موزاريلا، جبنة شيدر، الجبنة اللي انت حباها. هاتيها بقلب جامد لان معاك شيف شاطر هيعلمك ازاي تلف السمبوسة مرة واتنين وتلاتة. خدتيش بالك من الاولى تاخدي بالك من التانية، واحنا مع بعض كده اهو. معلقتين دقيق دوبهم في مية، معلقتين دقيق دوبيهم في مية، والموزاريلا عندنا زي الفل. ولكن عايزة تضيفي للموزاريلا شوية حبة البركة، اهلا وسهلا. عايزة تخليها زي ما هي كده، اهلا وسهلا. عايزة تحط لها شوية بقدونس حلوين، اهلا وسهلا. عايزه تحط عليها ريحان اخضر، اهلا وسهلا، زي ما انت حابه. بس انت بتحبها يا مغازي؟ بحبها زي ما هي كده بصراحه يعني. زي ما هي كده اهو. حط الجبنه كده اهو ومليها، ما تخافيش، معاك شيف شاطر. بص 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 على الحلاوه، بص على الشقاوه، بص على الحركه دي. بص واخد الديده كده بالميه واحطه هنا كده واقفلها كده. يلا كمان واحده مع بعض. احنا معانا الشهر طويل، لازم نطلع من الشهر رمضان ده نتعلم نلف سمبوسه زي الشيف المغازي، كبير وصغير. ادي الجبنه الموزاريلا وهي في ايدي اهو. شفت ازاي؟ حابه تحط هنا شويه بقدونس، اهلا وسهلا. جودي. بص ازاي التركايه دي، هي دي الكلام. بلفها كده. نعم يا فندم. وتاني كمان واحده. عينيا، حاضر. اكيد واضح انك انت عايز تتعلمها. تاني ادي الموزاريلا اهي. شويه موزاريلا حلوين زي الفل. دول لما يسيحوا جوه العجينه دي حكايه، ولازم يكون عندك زيت غزير. السمبوسه تتحمر في زيت غزير زي الطعميه. شويه بقدونس معاها. بص الحلاوه، بص الشياكه اهو. ممكن بقدونس ده ريحان اخضر. بص بص. والشويه اللي هي الدقيق، اهم حاجه هنا الدقيق اللي في الميه. خلطه كده بتخليها عندك زي الفل. اشيل دول من هنا. حاضر يا فندم. نلف كمان واحده اخيره. عشان عندي صينيه كنافه، كنافه بالمكسرات. وسر الكنافه في تسمينها، في السمنه بتاعتها. شفت الموزاريلا اهي؟ ممكن الموزاريلا دي ممكن تكون شيدر، ممكن تكون جبنه حلوم، بس في حاله لما استخدم الحلوم يا اختي حطيها في ماء بارد للتخلص من الملوحه. تعمليها حلاوه الجبنه، تعمليها مع كنافه، تعملها مع سمبوسة. تعملها مع رز بلبن زي ما انت عايزة. شفت الحلاوة دي؟ كمان واحدة أخيرة عشان مخرجنا واضح إن هو هيسيب الإخراج ويلف سمبوسة. بص بص يا غالي. تاني واحدة. جبنة. عايز بحبة البركة حط، عايز بقدونس حط، عايز جوز الهند حط، زي ما انت عايز. هنلفها كده. تاني.
طب يا مغازل انا لازم الفها على ايدي كده وانا واقفه، انا بحب احطها على البلانشه. حاضر. عينيا ليكي يا اختي، عينيا ليكي يا امي، عينيا ليكي يا ست الكل يا حلوه يا اموره. اهو اهو نشيل ده كده، وعايزين نتعلم لف السمبوسه على البلانش. اهو احطها كده. حاضر يا فندم. اهي احط الجبنه اهو. للمبتدئين مش للحرفيين، مش للمهره، للمبتدئين. اهو اهو نحطها كده ماشي، واعمل ايه والفها كده اهو. بص اهو اهو اهو، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. اهي دي اسهل، دي اسهل. حاضر اعمل لك واحده كمان بالسهل. حاضر خلاص يا فندم. طلع ازاي كمان واحده باحلاها. اه حاضر يا فندم. اه العب يا سمك. اه 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 واحد اخر واحده. اه يلا حاضر عيني. اه خلي كل الشعب اللي بيشوفنا دلوقتي والدنيا كلها يتعلموا لف السمبوسه من المغاز. اه جبنه موزاريلا اهي، كميه اللي انت عايزاها. نقلبها كده. اه بص اهو اه، وبعدين مثلث متساوي الاضلاع. هات المازوره وقيس، هات البرجل وقيس. اه بص بص اهو 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 اهو، هات لي ضلعي اكبر من ضلع، هديك اللي انت عايزه. هعزمك على الفخده الضاني دي. اه بص بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. قفلت. آه تمام. بص عامله ازاي؟ شفت الشكل ده بالله عليك؟ نعمل شكل مربع من المثلثات دي، نطلع شكل مربع. الشكل المربع بيساوي ايه؟ تساوي الاربع مثلثات جنب بعضيهم. معرفش هي نظريه غلط ولا صح. تعال نعمل دي مع بعض تاني. اهو 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 تاني اهو. يلا يا مصري. اهو بص الحلاوه، بص اهو 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 تاني اهو اهو. شفت الحلاوه؟ اهو. حاضر يا فندم. اهو خلاص خلصت. نحطها هنا. اه حاضر يا فندم. ما اعرفش يطلع ازاي المثلث ده، انا عايز دايره. اه تصدق ده جت معايا، جت معايا دايره. ايه الحلاوه دي؟ بص الحلاوه ده اهي، سيكل معايا اهي عليا سوسو. طيب تعالوا مع بعض القراصيه. ايه الاخبار القراصيه؟ سوسو دي بنتي. ها عشان ما حدش بس ايه. حلو، ناخد الميه دي كده. اه 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 شفتي الميه دي؟ دي شوربه، شوربه اهي اهي. لوز قراصيه مشمشيه قرفه، هخليها على جنب كده لغايه لما الفخده تطلع معايا. تعالوا نشوف الرز اخباره ايه. ادي الرز يا حلاوه. اهو اهو شفت رز مفلفلين بسمتي، فيهم لحمه مفرومه، فيهم الشوربه، فيهم ريحه الفخده وطعم الفخده وبركه الفخده. اهو اهو. طيب انا عايز اعمل دلوقتي صينيه كنافه بالمكسرات. نطلع فاصل ولا الكنافه؟ طب بس جيب السيكل ده الحلو ده والنبقى عاجبنا. والسيكل ده جه نتيجه ايه؟ كام واحد؟ 1 2 3 4 5، خمس مثلثات مع بعضيهم ادوني سيكل. المفروض يكونوا اربعه، مش عارف ايه جت معايا كده. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع لاجدع صينيه كنافه بالمكسرات، ولكن المره دي المكسرات مش لوحدها، فيها شويه حب، فيها شويه وايت صوص، فيها كريمه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي ونسقيها الشربات ويجعل ايامنا كلها شربات. برضو تاني مش مطلوب تعملي كل الاكل ده عندك في اليوم، اختاري حاجه من دول واعملها في العزومه، اذا كان الفخده، اذا كان السمبوسه، اذا كان الرز، اذا كان الفتوش، وهكذا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. كل فريق العمل بوجه له التحيه والشكر، انا اقل واحد ممكن ابذل مجهود، ولكن تعالوا مع بعض نشوف انتاجنا ايه. انتاجنا رز بالخلطه عملناه، معانا فخده في الفرن. تعالوا نغرف الرز بتاعنا الجميل ده كده سريعا، عشان للأمانة أنا مش عاجبني في الحتة دي كلها وفي الموضوع ده كله غير شوية الرز. شوية رز بالخلطة. اللهم صل على النبي. عينيا. آه. الله على الريحة. فيهم لحمة مفرومة؟ آه فيهم. لحم ضاني؟ آه. واخد طعم القرفة؟ آه. واخد طعم الضاني؟ آه. الله. يا بصي هي كده احنا فطرنا، شويه الرز دول وطبق سلطه الفتوش العروسه اللي على السفره دي، خضار بنقطعه مع بعضه، بنحط له دبس الرمان، نحط له عصير ليمون وزيت زيتون، خيار وطماطم وخس. حلو الكلام. ياخد بصلايه ناعمه، شويه الرز دول كلهم ينزلوا كده، وده مكان مغرفه الرز، اسويه كده واطلع الفخده بتاعتي، اشوف ادتني ايه في الاخر. يا نعم. لا انا عايزك تتفرج على السمبوسه وهي في قلب الزيت. شوف الحلاوه دي. اه اه يا طيب، واحده بنهزر؟ ده خبره 30 سنه يا غالي. الجبنه تسيح في قلب الزيت ازاي؟ دي ممكن تسيح معاك انت، انما معايا انا لا. اه اغرفها في الهلال ده. حلو تمام. تعالوا نطلع الفخده. يا نعم اهو.
نطلع الفخده الضاني. اه حلو، استوت. والله بقى بعد الفطار نعرف اذا استوت ولا ما استوتش، بس اللي يهمني في الفخده الشوربه بتاعتها دلوقتي. عايز الشوربه بتاعتها، الشوربه بتاعت الفخده اهي اهي. بص على الحلاوه تنزل كده اهي. اه مشيت البهريز دول عايزهم انا. اه اه واخليها هنا. الله اللهم صل على النبي. اه معانا من النشا معلقه. حلو، اللهم صل على النبي. نشا عايز ادي قوام كده للصلصه دي. فخده بالقراصية، فخده بالمشمشيه، فخده بالخشاف. دي معلقه نشا وشويه ميه علشان تديني قوام للصوص بتاعي، للديميجلاس بتاعي، للبيون بتاعي. اه اه شفت القوام ده كده اهو زي الفل. شيل دول كده. الله، واخد الفخده الحلوه دي كده. تعالي يا عروسه، اللهم صل على النبي. تستاهل تستاهل، اللهم صل على النبي. اه وناخد البهريز ده كده. حاجه جديده ها، عملتها قبل كده؟ طب اعملها كمان مره وجربي. جربي التركيه بتاعت الزبده مع القرفه والسكر عملناهم ازاي، وبعدين نزلنا بالمشمشيه والقراصية والزبيب واللوز، وخدنا من شوربه الفخده مع معلقه نشا وشويه حليب. هتاخد تاكل الرز وتسيب الفخده الضاني لتاني يوم. الف انا وشفا، مش محتاجه حاجه، هي لوحدها بتتكلم. نطلع السمبوسه بتاعتنا. شوف السمبوسه، بص على الصوت ده، صوت يجوع. نغرف السمبوسه. يلا، اللهم صل على النبي. الله، شيل السمبوسه حكايه. فين مكانها؟ تحب السمبوسه فين؟ هنا اهو. اه جنب الفخده. اه والفتوش جنب الفخده. تعالوا صينيه الكنافه بسرعه عشان وقتنا قرب يخلص، ونعمل طبق الفول بسرعه مع بعض سريعا في عجاله. حلو، لما تيجي تعملي طبق فول بالحمص، طبق سحور، حط في الاعتبار ان الفول ياخد زيت زيتون. معانا طاس على النار، بنحط شويه زيت زيتون سريعا كده. اقول لك على حاجه حلوه كده في سرك، وتقوليها لجيرانك وحبايبك. البهريز بتاع الفخده دي كده، الخضره دي كده، زي ما هي كده يا ست الكل، هتعملي ايه تاني يوم؟ مش النهارده يعني، خليه في الثلاجه، وهتجيبي صدرين فراخ. دي وجبه تانيه واكله تانيه. وتقطعي الفراخ دي شرايح صغيره كده زي الشاورما، وتبقى عملتي طبق فاهيتا مكسيكي بالخضره دي. تشوحي الفراخ، بعد ما تشوحيها على النار او في طاسه، سقطيها على الخضره دي وقلبيها مع بعضيها كده. انت عملتي شاورما مكسيكي او فاهيتا مكسيكي، يعني وانت قاعده في مصر ام الدنيا بتتابع القناه الاولى، خدتك على المكسيك تاني يوم من العزومه. ادي هنا زيت الزيتون، ننزل بالحمص بتاعنا. هي هو ده المطبخ، الشقاوه لازم تتشقي فيه كده. اه الفول، نهرس الفول مع الحمص. اه حلو، بشوكه. الكمون على الفول بيشيل مشاكل القولون ويعالج مشاكل القولون والانتفاخ اهو. والحمص يتهرس كده مع الفول، يبقى لطيف وجميل. الطبق ده مع زيت الزيتون حكايه. اخواننا اللبنانيين بيحطوا معاه نعناع اخضر وتوم طازه، هم سامعيني دلوقتي هيقولوا برافو عليك يا ابو غازي. نعناع اخضر وتوم طازه في قلبه. هتقولي النعناع مع التوم ليه؟ النعناع مع التوم عشان ريحه التوم ما تجيش في بقنا. شفت الطبق ده كده اهو، اغرقه زيت زيتون. طبق سحور لطيف. نيجي نغرفه في الطبق ده بسرعه، اللهم صل على النبي. هنا كده زي الفل. كده انا خلصت من طبق الفول بتاعي، ونحط عليه الكمون ني. الله، طبق السحور فيه كل العناصر الغذائيه، فيه بروتين نباتي، فيه زيت الزيتون، فيه الحب. اه زي الفل، زيت زيتون، شويه بقدونس حلوين. بقى عندنا الكنافه. الكنافه نعمل صينيه كنافه ازاي يا ام غازي؟ هو ده الكلام. مقاديرها على الشاشه يا استاذ رحاب بعد اذنك سريعا، هي جاهزه معايا، هفاجئ بيها الجمهور. اه
ما عندناش وقت. عندنا يا فندم وقت والله. اهي دي صينيه الكنافه. بس اتعملت ازاي؟ بص بقى يا ست، المكسرات عندنا، وعندنا شويه مهلبيه من الثلاجه، وشويه سمنه بلدي، وشويه ميه زهر. دي المقادير بتاعتها. تاني قول يا شيف المقادير. سكر، ميه زهر، وسمنه. بنخلط السكر مع السمنه مع ميه الزهر علشان كرمله السكر بيساعد على احمرار الكنافه سريعا. وفي الاخر بعمل قالب زي ده كده مع حضراتكم، مش لطيف، ولكن التركيبه بتاعت المغاز او الجديد، باخد المهلبيه اللطيفه دي كده، دي الجديده بقى اللي محدش عملها. ايه يا مغاز؟ قول تاني، قول تاني المعلومه دي عشان اكتبها وراك. بص معايا يا ست الكل، بناخد المكسرات دي بنخلطها على المهلبيه. دي مهلبيه عاديه اهي، مهلبيه حطها هنا. حاضر يا فندم اهي، دي مهلبيه حليب ونشا وسكر، حليب ونشا وسكر وفانيليا اهي. باخد المكسرات بتاعتي بقلبها كده عينيا اهو، واقلبها كده كده. انا عملت حشوه الكنافه مختلفه، فيها مكسرات، فيها وايت صوص، او فيها مهلبيه، او فيها كريمه بالشكل ده كده. وابدا احشي الكنافه بتاعتي واشربها الشربات. بيسالوني على السوشيال ميديا، يا مغازي شربات الكنافه بيبقى بارد ولا سخن؟ ده سؤال لطيف جدا. شربات الكنافه، الكنافه تطلع سخنه من الثلاجه او بارده من الثلاجه، يبقى العكس. طلعت بارده بنشربها شربات سخن، طلعت سخنه بنشربها شربات بارد. عكس البسبوسه، البسبوسه تطلع سخنه لازم تاخد الشربات بتاعها كمان سخن، الاثنين سخنين مع بعض. حلقتنا النهارده العزومه، عزومه العيله زي ما حضراتكم شايفين. فخده ضاني بتتكلم مصري مع رز بالخلطه، عملنا سمبوسه بالجبنه لاطفالنا المعزومين مع الضيوف، عملنا سلطه الفتوش، طبق السحور بتاعي طاجن فول بالحمص بتكنيك عالي بيروتي، وكمان صينيه كنافه بالشربات. ويجعل ايامكم كلها شربات. رؤيه، فن، ابداع. بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.